الناس يام دائما في اطار الاجواء المصاحبه لمباراه المنتخب الوطني المغربي والمنتخب الزامبي هنا بمدينه اكادير، وفي اطار اخذ اراء الجماهير المغربيه يحضر واحد من الجماهير المغربيه الحاضره من فرنسا وتحديدا من ستراسبورغ من اجل تشجيع اسود الاطلس في هذه المباراه. سيدي قلت لنا بان جيتي من ستراسبورغ من اجل تشجيع اسود الاطلس، كيفاش كتشوف هذه المباراه وكيفاش كانت الرحله من فرنسا للمغرب؟ الرحله الحمد لله جينا بخير وعلى خير، وحنا فرحانين كاين حنا في اكادير الناس نشجعوا الفريق الوطني المغربي. كيفاش كتشوف المباراه ديال اليوم من منتخب زامبيا؟ لمباراه ما غتكون سهله. لا لا مربوحه، الناس ديال ستراسبورغ وديال تشيلسي كيقول لكم مربوحه 5-0 ان شاء الله. ان شاء الله، ربما جيتي على مباراه وحده غضطر ربما تبقى من بعد العلم ديالك بان مباراه ايضا الكونغو غتجرى هنا نهار الثلاث، كيفاش كتشوف ربما هذا العرس هنا بمدينه اكادير؟ لا الحمد لله جينا على ماتش واحد، دابا الماتش الثاني ضد الكونغو وغازابيل، الحمد لله حنا فرحانين بزاف، وبغيت نسالي ونقول احنا ديما مع سيدنا وديما الله الوطن والملك وديما مغرب. شكرا، ديما مغرب. سيام هكذا هي الاجواء وراء الجماهير المغربيه، عوده اليك.